نهار 13 من شهر 8 من 2022 اي السيمانه اللي فاتت كانت لعبه البي اس جي ضد مونبولي في الجوله الثانيه ديال ليغ 1. الماتش سلب 5-2 لصالح البي اس جي، حاجه ماشي جديده، ولكن الامر اللي صدم العالم هو لاتيتود ولا كيفاش تصرف مبابي في هذا الماتش بالضبط، لدرجه انه في واحد الهجمه ما حطوش لي باس وما كملهاش، وقف قال لهم بعدوا مني بحال شي دري صغير. خليكم على اللقطه. فهاد الماتش كان اول ماتش ديال مبابي في هذا الموسم، حيت انه غاب على كل من الماتش ديال تروفي دي شامبيون اللي ربحوه ب 4-0، والماتش ديال الجوله الاولى فين ربحات البي اس جي كليغمون ب 5-0. رغم الغياب ديالو على جوج ماتشات الاولين في هذا الموسم هذا، المدرب ديال البي اس جي كريستوف غالتي قرر ان مبابي يكون هو المنفذ الاول للبينالتيات ديال الفريق، في ظل تواجد كل من ميسي، نيمار وراموس اللي كيتعتبروا واحد من ابرز اللاعبين اللي كينفذوا ضربات الجزاء، واختاروا مبابي اللي يكون هو المنفذ الرسمي. وهنا فين غيجي المشكل، حيت انه في الماتش اللي لعبته البي اس جي ضد مونبولي مبابي زقل البينالتي الاول حيت انه هو المنفذ، باري جاب بينالتي اخر، مي هذه المره نيمار ما بغاش يخليه لمبابي وبغى ينفذو بذاته. مبابي مشى طلبوا منه بواحد الطريقه ديال راه بينالتي ديالك، ايه لا بال لا بال دون مو لا بال، زعما راه عطيني الكره راه انا اللي غنضرب بينالتي، راه انا هو المنفذ. نيمار ما تسوقش ليه، هو اللي نفذه. وفي ديك اللقطه بالضبط مبابي ضرب ميسي كتفو. خليكم مع اللقطه. الامر اللي خلاه ينوض عليه الجمهور ديال البارسا كامل، وديجا كينايض عليه الجمهور ديال الريال بيسكو ما انتقلش للفريق. فاش اول مره غيوقع هادشي في بي اس جي؟ علاش مبابي دار هادشي؟ وشنو كانت ردود بعد ابرز نجوم كره القدم بحال روني او تيري اونري؟ شنو ابل الو او باقي ما مابونينش، وقال لينا والو على 300k وعيطوا لينا كاع، وقال لينا والو على 300k وباقي ما خليتيش لابوني ديالك، راه فابور وبكليك الفيديو اللي فات ابونيتو شي 2000 واحد، شوفوا واش في هذا الفيديو هذا غتابونوا اكثر، سو خلي لابوني ديالك راه فابور وفي البلاصه. ولكن قبل ما ندخلوا في الفيديو نخليكم مع السبونسور ديالو اللي هو ونيكسبيت. ونيكسبيت هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك على التليفون، يعني الا كنتي ديجا كتكوطي راه البلاتفورم فيها احسن لي بونيس. ها هو قبل ما تلعب كنغناكد على ثلاثه الحوايج، اول حاجه هي ان اللينك كيخدم في المغرب، ثاني حاجه ضروري وكنأكد عليها ضروري تكون من 18 عام، وثالث حاجه ما تنساش تخدم برومو كود ديالي اللي هو فرح 11 اللي كيمكنك بدورك من انك تربح 130 دولار. اوكي تلقاو هادشي في الديسكريبشن واول كومونتير. سو خليتي اللايك ديالك، ديك سابوني رجعتي اكري، ما زيدش نطول عليكم، نخليكم على الانترو ونبداو. دي كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. المشكل ديال مبابي وقع مع ميسي وتا نيمار، ميسي حتى ضربو كتفو ونيمار حيت خدا ليه بينالتي. اجيو نشوفو امتى جا كل واحد من هاد النجوم للفريق وشنا هي الاهميه ديالو لداخل. نيمار جا في 2017 ويلا جدد العقد ديالو باش يبقى حتى 2025، مبابي تا هو جا في 2017 وجدد العقد ديالو تا هو باش يبقى 2025، يعني جاو في نفس العام وعندهم الكونترا حتى نفس العام. ميسي جا في 2021 وسينا العامين والعقد ديالو غيسالي في هاد الصيف هذا ديال 2023، يعني كل من مبابي ونيمار عندهم نفس الاقدميه في الفريق ديال العاصمه الفرنسيه. ولكن الفرق هو ان نيمار نهار جابوه كالنجم الاول ديال الفريق اللي غيمنحهم تشامبيونز ليغ، بينما مبابي جابوه كشاب موهوب يقدر يولي النجم الاول. شوفه تبدلات بالعقد الاخير اللي عطاو لمبابي، وهذا الشيء غيبان لنا في لي سالير. وهنا فين غيبان لك اهميه اللاعب للفريق اولا لي ديريكتور. ما حدنا عرفنا كيفاش مبابي داز من انه يكون نجم صاعد ديال الفريق النجم الاول، نزيدو نفهمو علاش مبابي تبدلت التصرفات ديالو. وهنا فين غندوزو للفقره المواليه باش تفهموا لاي درجه تبدل مبابي. نرجعو ل 2017 فواحد الحادثه اللي وقعت مشابهه لهذه واللي كلكم تكونوا عارفينها، اللي هي نهار نيمار وكافاني طايفو ولا ضربوا على بينالتي. فمبابي كان هو اللي جاب البينالتي، ولكن خلاها كل من كافاني ونيمار يضربوا على شكون غينفذوا، ما بغاش ينفذوا اصلا تنافس معاهم. هادشي في 2017، فيديو راه مشهور وانا نخليكم اللقطه. بينما 5 سنين من بعد ماشي هو اللي جاب بينالتي، بينالتي جابو ميسي، ميسي وضرب مع نيمار باش ينفذو كانه هو المنفذ الرسمي. باي ذا واي راه مورا هاد الماتش الامر اللي خلق ضجه كبر هو ان نيمار دار لايك لواحد لي تويت كيقولوا على ان نيمار خصو يكون هو المنفذ الرسمي ديال بينالتي في بي اس جي ماشي مبابي حيت زقل. هادشي كياكد على حاجه واحده، كيفاش انه هادي 50 كتصرف بطريقه مع كافاني ونيمار، ودابا مورا 50 كتصرف بطريقه اخرى مع نيمار نيت تيجي باغي كاع ضرب بينالتي، ودابا كتقول عطيني الكره ديالي انا باغي نضرب. هادشي كياكد على حاجه واحده،
هي ان السلطه ديال مبابي سورتو مورا العقد الاخر خلاته يطغى ويتحكم. ولكن واحد السؤال مهم تطرح في هذا الباب هذا، واش مبابي كمنفذ رسمي لركلات الجزاء خصو يضرب بينالتي الاول والثاني والثالث شحال ما جاو، ولا لازق البينالتي الاول كدوز لابال المنفذ الثاني اللي هو نيمار في هذه الحاله هذه؟ ما تنساوش راه بي اس جي عندها راموس وميسي اللي تاهما كيعرفوا يضربوا بينالتيات، حيت حتى نيمار كماشي منفذ رسمي مشى خد لابال وبغى ينفذ هو البينالتي الثاني بلا ما يتور مع حد. المهم موضوع ديال البينالتي نقدر نتفهمو كيوقع بزاف د الفراقي، ولكن وقعوا حوايج اخرين في هذا الماتش فحال الامر ديال انه ما يكملش الهجمه حيت ما حطوش لي باس في الجهه ديالو الوغ كو كانت فرصه ديال البيت، ولا ما يحتفل بحتى شي بيت سوا تسبب به ولا ماركاه ما احتفل بحتى شي بيت، ولا وهو غادي عند نيمار باش يدوي مع البينالتي ضرب ميسي في كتفه بلا ما يشوفه، راه غا راموس اللي في الديفونس راه مدوز على مبابي فما بالوك ميسي ونيمار. بما لا شك فيه الفوز ديالو بكاس العالم شوز اللي ما عند لا ميسي لا نيمار في سن صغير، وكيفاش مدياتيزي هو فيفا انستغرام وكذا خلاتو ينسى انه كاينين نجوم فايتينو. فمثلا ميسي ملي كانت عنده 23 عام لاج ديال مبابي كان عنده 3 لي بالون دور، مبابي ما عنده حتى واحد. هذا الامر عصب وبرصت بزاف النجوم ديال كره القدم ابرزهم روني وهنري اللي ما بخلوش انهم يخرجوا بالاراء ديالو. فهنري قال حط سعيد المدرب ديال بي اس جي باش يوفق ما بين هاد الايغوز كاملين، ملي كتجمع النجوم صعيب على شي واحد فيهم يضحي براسو على قبل الفرقه، كيبغيو يبانوا هما الواعرين. وروني قال ما عمري ما شفت شي شاب طاغي وباسل وعندو ايغو فحال مبابي، فراه ميسي ضربو كتفك وهو لاعب معاك راه رجليه اليمنيه كتساوي التاريخ ديالك. هادشي خلى بزاف الناس يشوفوا ان الفيسير ديال باري مقصوم ما بين اللعابه اللي مع نيمار وميسي وما بين اللعابه اللي مع مبابي. انا كنظن ان حتى الفاكتور ديال انهم بداو كيحيدوا ليه النجوميه اي مبابي اثر عليه، حتى انه ما حضر جوج ماتشات وباري ربحات 4-0 5-0 ماركا نيمار واسيستا وماركا نيمار عاوتاني واسيستا وميسي بلبي. يمكن هو ديما باغي الاضواء عليه فحال الشامبيونز ليغ رغم انه خسر كان فرحان حيتاش كان ماركا فلالي والروتور على الريال كان هو نجم المباراه وكان بالحال. يمكن باغي ديما الاضواء تكون عليه. الوالده ديال مبابي حتى هي خرجات ودوات كلا يقول لي امو شكون هي الدوي، امو راه هي لاجون ديالو وهي اللي دبرات ليه داك الديل ولا داك العقد مع باري وهي اللي خلاته يبقى في باري بلاصه ما يمشي للريال. قالت انه كاع المشاكل اللي في بي اس جي ولا في باري غيتحلوا داخليا، الامر اللي كيتبت لينا انه كاين مشكل نيت، وزاد قالت انهم غاديين مزيان يعني المشاكل كتحل. حسب اخر الاخبار فريق البي اس جي جمع كل من مبابي ونيمار وجلسهم باش يتصالحوا بيناتهم ما يبقاش هاد المشاكل، نيمار ما بقاش يلايك لي تويت على مبابي وعلى شي حاجه عليه هو، يعني داك الخلاف ديالو مع ميسي بقى هذاك الكتف، ولكن لي فان راه ما كيتصرتش لهم داك الشيء. مبابي هو بعمر 23 عام خاصو ينقص شويه من الايغو ديالو، فراه هاد المواقف ماشي اول مره غيوقعوا ليه. ديجا كان تصادع مع المدرب ديالو توخل حيتاش كان بدلو، ديجا بدا كيدوي في نيمار حيتاش ما حطش ليه باس، واحد النهار السيكوريتي كامر عادي سولو على البطاقه ديالو بدا كيقول ليه ما عرفتينيش شكون انا، وزعما بدا كيتصادع مع الوغكو رونالدو وتا هو كيعطي البطاقه ديالو باش يعرفوه. خاصو يهبط كوريه شويه كيف ما كنقولوا، اولا الايغو غيخرج عليه سورتو في فريق البي اس جي اللي فين ما درتي تلقى شي نجم. كنظن ان هادشي غيتصلح في الماتش الجاي بيسكو داخل الميديا لي سبونسور بزاف العقود في الوسط، ولكن كل من المدرب والخليفي خاصهم يشوفوا كيفاش يوفقوا ما بين مبابي نيمار وميسي، حيتاش خاص ضروري شي واحد فيهم يضحي براسو، مثلا ما يضربش كوفرات ولا ما يضربش بينالتيات باش الفرقه تبقى غاده مزيان، راه لك انت واعر كلشي كيعرف يدير كلشي. نعطيكم مثال، فراه هاد الوظيفه دايرينها دابا كل من ميسي وراموس، راه كانوا هما لي كابيتان ديال كلاسيكو، فهمتي؟ حتى شي واحد فيهم ما كيطايف على بينالتي، ولكن عرف شنو ديك اللقطه ديال تكون هجمه غاده ويقول لهم ما بقيتش باغي كره ما تحطوش ليا باس، هادي راه كتشوفها في التورنوات ديال الدرب، كتشوفهاش في ليغ 1 واحد من الدوريات الخمس الكبرى ولا مارتو ديال البرتغال، ما كتشوفش هادشي في الكره الاحترافيه. نخلي النقاش مفتوح، شنو بان لكم؟ واش مبابي كيستاهل يكون هو النجم الاول ينفذ كاع البينالتيات كاع الفرص كذا هذيك كلشي يدور عليه، ولا مصلحه النادي كتجي فوق من كلشي؟ فهمتوا؟ يعني هو خصو يفرح الا ضرب شي واحد بينالتي وتمارك، حيت الهدف هو يتمارك البيت ماشي تماركي انت، فهمتوا؟ ولكن هو كمنفذ اول واش بينالتي الثاني كان خصو يضرب هو ولا نيمار؟ موضوع للنقاش، خليوه لي في الكومنتير. هكا كنكون وصلنا لاخر الفيديو، شرحت لكم شويه المشكل اللي وقع في بي اس جي الباند ديال نيمار وميسي وديال مبابي، نشوف القضيه كيفاش تطور في الماتشات الجايين وداك الشيء اللي جاي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، كان معكم فاروق لايف ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو. شي مرات كندير موسيقى عليا، شي مرات كندير موسيقى نقيه، شي مرات كندير مزيكا بس مفرقه فايبي ما كسر دنيا. كرابي بالليل كرابي بالنار كرابي على بواد اللي دوز شحال هادي، كرابي بالليل كرابي